حلقات جديدة. وش البرنامج ما ندري، ولكن اللطيف ممتع بإذن الله. وأيضا في برنامج الخميس، في بس الجمعة ما فيه، الخميس اللي هو آخر كلام اللي أنا فيه. نشوف فيديو من آخر كلام ونأخذ اتصال مع ضيفنا. لا لحظة يا ابن حلال، ايش قاعد تسوي أنت؟ أنا بدي أعرف يعني. خلنا وشي نبدأ بخير بيت، عرفت؟ خلاص أجل، لا ما نبدأ بخير بيت، أنت تغمن الآخر يعني. نبدأ بآخر كلام. تغمن الآخر. إيه. طيب على آخر كلام. لا أنا ما راح أتكلم، أصف إن أنت برنامج آخر كلام. طبعًا يا جماعة الخير، برنامج آخر كلام. مقدم اللي هو الأستاذ خالد محفوظ، ومعه 6 متسابقين يعيشون رياليتي لطيف لمدة ساعتين، من الساعة 10 حتى الساعة 12، ساعة دردشة وساعة مسابقة مع الجمهور تفاعلية. البرنامج يا جماعة الخير مش طبيعي، أنا حابه مرة عشانك فيه يا عبد الوهاب. والضيوف ثاني حلقة صار بينهم يعني تناسق عجيب، أنا أشوفه والجمهور يشوفه. خلنا ناخذ البرومو. عشانك فيه يعني قاعد تمدح؟ لا والله، والله إني أنا ما توقعت بهالجمالية. رجع لي أجواء سهم، رجع لي أجواء الريحية كذا. طيب معنا خالد محفوظ يا جماعة. أبو سعد السلام عليكم. الحين أنت المقدم، هو الضيف. إيه. اقلب عليه الطاولة. أيوه. استعن بالله. أيوه. أنا متعلم. يعني ما فوزني. مخسرني ذيك المرة. معنا أبو سعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بالحبيب خالد أبو محفوظ، النجم المبدع التاريخ خالد أبو محفوظ. هلا حبيب قلبي، يا مرحبا ألف. الله يحييك، يا أهلا وسهلا، منورنا والله. والله بنورك يا عبد الوهاب، وترحيبك هذا اتمنى انه ترحيب دائم في برنامج اخر كلام او حتى بعد برنامج اخر كلام، لان هذه المداخله لن يكون لها اي ارتباط بدرجات او مساعدتنا في الاسئله. طيب والله ما ادري عنك يا وهاب. لا لان بيت المجد اتمنى مشاكلنا واشياء اللي باخر كلام ما ودنا نستعرضها حتى بعد شوي، يعني ما ودنا نتكلم عنها. هذا من اسمه، هذا اسمه بيت المجد، كل المشاكل يجب ان تظهر هنا. بالصالة. حشرت عبد الوهاب. لا عادي، لا مو طبيعي. يعني احنا بنستضيفك كممثل الماسلك ولا اخر كلام؟ الان دخلتي نسقت مع اخر كلام. طيب. ما علاقة. يلا طيب، انا ودي تكلمني عن برنامج اخر كلام يعني مقدما. طيب الله يحييكم جميعا، وحيا الله الشيخ محمد. سلمك الله. صحبتك. حيا الله الجمهور الكرام. طبعا برنامج اخر كلام بياتي الان بنسخة الثانية. وهذا البرنامج هو عبارة عن برنامج عفوي شبابي يحتوي على ساعتين من المتعة والإثارة في ساعته الثانية بالمسابقة. الساعة الأولى هي دردشة عامة وسوالف في قضية معينة أو حول مجال معين يتناقشون فيه الشباب، ويكون بكل عفوية وكل احتياء. الساعة الثانية تنتقل إلى ساعة يعني فيها مسابقة متخصصة في مجالات خاصة في المدينة المنورة. وطبعا احنا في النهاية يعني عندنا هدف اكيد في هالمسابقة، ان اول شيء يكون في ثقافتنا حول منطقة المدينة المنورة والغزوات ورصص السلم افضل صلاة يتم التسليم، يعني عدد من الاشياء والفوائد اللي احنا نسأل عنها من اسئلة الثقافية اللي تكون للمتصلين وايضا للنجوم المشاركين في البرنامج. اضافة لذلك ان البرنامج طبعا يعني احنا حابين بشكل كبير من جمعيه بر المدينه المنوره من خلال الحالات اللي تم الاعلان عنها بشكل رسمي من خلال متجر المدينه المنوره، متجر جمعيه البر بالمدينه المنوره، وايضا يعني يكون لها ارتباط بشكل اوضح. وطبعا البرنامج بنسخته الثانيه، ونسعد صراحه بكل من انضم لنا في هالنسخه بمشاهده جديده او حتى بمن كان يتابعنا في نسخه البرنامج الاولى. جميل. ابو سعد لبيه. الله يحييك، الله يلبيك. أنا أقول ما شاء الله، الآن ترى في حاجة كذا غريبة على الشاشة، تعرفوا شيء؟ أول مرة نطيل أول مرة أقول في حاجة غريبة على الشاشة الحين، اللي هي وش؟ أول مرة نطيل سوية أنا وياك على الشاشة بعد يعني إصدار الناس نحن نشبه بعض يعني، فقاعد أشوف أشكالنا كذا في الشاشة ما شاء الله يعني منورين. أنا شفت البث حقكم في جاكو. أي سمعتك متكلم عني طبعا بالخير. والله شوف تجربة رمضان ترى طيبة جدا والله، لو انها صورت كانت ستنجح. صحيح، انا كنت اقول لك انا ابغاك تصور لو مرة واحدة، لاني انا كانت يعني كنت اشوف ردات فعل غريبة صراحة، انه الناس يحسبونك انا.
طيب ابو سعد، عوده الى اخر كلام، نوعيه اختيار المتسابقين ما شاء الله شاهدنا يعني في 6 متسابقين ما شاء الله متنوعين في القوالب، وكل واحد ما شاء الله يعني مشتهر في مجال معين. كيف تم اختيار نوعيه المتسابقين هذه يعني؟ أصدق إن مو أنا اللي اخترت طبعا المتسابقين. أكيد عندك إلمام يعني ولا عندك معلومة أكيد يعني. ألو، فين راح خادم محفوظ يا أخوان؟ البرنامج طبعا فيه من المشاركين اللي يمتازون، بعضهم بالشعر، بعضهم بالأناشيد، بعضهم بالتقديم، بعضهم ما شاء الله بثقافته و يعني نقول الاختيار كان متنوع يعني على حسب عدة مجالات يثرون معك الحلقة. يقطع يا خالد أو الصوت يقطع، يا من هو يسكت يا من الصوت يقطع. خالد يا طيب الصوت قطع، نعاود الاتصال بخالد. اعيد بلا اتصال بخالد ضروري يعني. تعودوا الاتصال يا اخوان ضروري. هو اكيد عشان مقدم برنامج اخر كلام وعبد الوهاب يزعل علينا لانه في البرنامج. لا ودي اسالك، كنت ودي اسال السؤال، تكفون عودوا الاتصال بخالد ارجوكم. طيب ابو عبد الله، البرنامج ما شاء الله انطلق يعني الاسبوع الماضي هذا الاربعاء والخميس على الساعه 10 مساء على قناه مجد العامه. كيف رايت الحلقتين يا ابو عبد الله كونك مشارك ما شاء الله في البرنامج؟ والله ناريه الحقيقه، اعجبتني جدا وشدني شيء بالبرنامج يعني، وهذا انا ما تراي ما يعني تونا سولف انا وامي راجعين من الخط وسولفني اياه وقالت لي يعني سالتنا السؤال هذا المتسابقين وكذا وشلون تعرفتوا على بعض وكذا. أنا جان استدراك يعني لحظة إدراك أنه كل مشارك من المتسابقين طالع من برنامج واقعي، فهمت؟ أحد من هذا واحد من هذا واحد من هذا واحد من أنا ودي أسأل خالد، خالد أبو محفوظ. ألو ألو، سهلة رح للسطح تكفى. مو على السطح، أنا في الشارع، لكن أنتم سددوا فاتورتكم يا بيت المجد. يا اخي اعطونا من البطايق حقت فسلك. لا احنا مفاتره مفتوحه حقيقه. خالد انا شدني انه المشاركين كل واحد من تجربه خاصه له في من برنامج واقعي يعني. طبعا هم مو كلهم نجوم برنامج واقع، وهذا كان احد يعني معايير التنوع اللي كانت مطلوبه في البرنامج. صحيح، مو كلهم يعني، انا مثلا ماني انت مشارك، انت الليدر. يعني عبد الوهاب انت تسال اسئله تسبب لي مشكله مع الجمهور والله. لا بالعكس، انا جاز لي بالعكس، انا اشوف انه كل واحد ينقل يعني تجربته وكذا و طيب ابو سعد دعني اروح معك الى سؤال مهم جدا واعتقد سيتبادر لذهن المشاهدين يعني. فكره المسابقه بناء واكمال البناء وطوب ظاهر ومويه ومدري شلون، ليش تم اختيار هذه الفكره يعني؟ هل فيه مقصد معين، في فكره معينه من اختيار هذه الفكره؟ نعم، هون النسخة الأولى من البرنامج كان فكرته إنه إحنا، وعندنا الثانية أيضا عندنا وقف صدقة الجارية وهو أيضا تابع لجمعية البر بالمدينة المنورة، فإحنا اليوم قاعدين نعكس بشكل مبسط إن كل هذه الأشياء اللي قاعدين نسويها هي إن شاء الله أنها تساهم في إكمال الوقف الخاص بجمعية البر بالمدينة المنورة. في مشيئة الله تعالى، نتمنى لكم التوفيق أنت وفريقك والمميزين في برنامج آخر كلام، وإن شاء الله تعالى يعني مزيد من العطاء والتميز. هو باقي يتمصلح معك ترى يا أبو سعد. لا بعلمه شيء لطيف الحقيقة، أنا كنت أتغدى مع أبوي الله يطول بعمره أمس، الله يخليك، فعندي يمكن كم برنامج في المجد الدورة هذه، أبوي ما يتابع إلا آخر كلام حقيقة. والله يا حظنا بهالمشاهدة، هذا يدل أن البرنامج لطيف يعني. إيه لا الحمد لله، طبعا البرنامج فعلا هو يستهدف الجميع، ما هو موجه لشريحة معينة، وهذا الشيء الجميل فيه. وسلامي للوالد يا عبد الوهاب. وحاجه اخيره بس انا يعني تسمحوا لي اقولها، انه احنا من خلال هاشتاج برنامج اخر كلام او حتى هاشتاج بيت المجد ندعو المشاهدين انهم يكتبون الضيوف اللي يعني يرغبون انهم يتم استضافتهم في برنامج اخر كلام. يعني احنا ان شاء الله خلال الاسابيع القادمه ايضا احتمال ان شاء الله يكون معنا عدد من الضيوف اللي ممكن نستضيفهم ويفيدون في مجالات معينه باذن الله. طيب اخر سؤال استاذ خالد، افضل نجم، اجمل نجم عندكم في اخر كلام لو سمحت. طبعا كلهم فيهم الخير والبركه عدا واحد. فيه الخير والبركه دبل. شكرا لك يا ابو سعد، نورتنا. يا حبيبك الله يرفع قدرك، تصبح على خير، في امان الله. اكرمك الله. كان معنا خالد ابو محفوظ مقدم برنامج اخر كلام، ويتميز فيه يعني بابداء يعني ما يخص البرنامج من افكار وايضا المسابقه ونوعيه الضيوف، والبرنامج مميز حقيقه يعني، وما شاء الله تبارك الله.